جامعة الإسكندرية اختارت 4 طلاب يبتدوا ماتش النهاردة، وهم سعيد الرئيس 22 سنة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. حلمي ان انا اكون صحفي كبير، علشان حابب ان انا اضيف لبلدي، وحابب ان انا يعني اضيف معرفة واضيف، احاول اضيف حاجة جديدة احسن بها بلدي. سوسن بهاء الدين 22 سنة، كلية الصيدلة. او انا ما اخترتش صيدلة، انا صيدلة جاتلي بالتنسيق، فرقت على درجة تقريبا على صيدلة المنصورة. مروان سعد 22 سنة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. انا دخلت المجال ده عشان خاطر ان انا عايز احسن من بلدي، وان انا ارفعها لمكان الدول المتقدمة والدول الكبرى. زينب حامد 21 سنة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. انا بحب القراية والكتابة، خاصة في مجال الادب، بقرا لاكتر حد يعني، والفلسفة بحب نيتشه اكتر حد يعني.